وللمزيد من المتابعة حول قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا ينضم إلينا موفد التلفزيون المصري علاء رشوان من العاصمة الأمريكية واشنطن. علاء، ضعني في صورة أبرز فعاليات القمة ونشاطات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها. أبدأ بنشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المكثف والذي لم ينقطع منذ الساعة الأولى لوصول سيادته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مشاركا في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية. منذ قليل انتهى اللقاء على هامش فعاليات هذه القمة، استقبل خلاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي. اللقاء كان مطولا، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق في الأساس بالأزمة الليبية وضرورة حلحلة هذه الأزمة بطريقة سلمية تضمن أمن ومقدرات الشعب الليبي. الرئيس السيسي أكد على الجهود المصرية المخلصة التي لا تزال تبذل إلى هذه اللحظة لتوحيد كلمة الشعب الليبي واختيار قيادات ورئاسة ليبية يتفق عليها جميع أطياف الشعب الليبي، بالإضافة إلى ضرورة توحيد كل المؤسسات الوطنية للشعب الليبي. أيضا لقاء آخر سبق هذا اللقاء استقبل خلاله السيد الرئيس بمقر إقامته رؤساء المنظمات الأمريكية اليهودية. في هذا اللقاء أثنى الحاضرون على الدور المحوري والهام الذي تطلع به القاهرة في سبيل حلحلة أزمات المنطقة وبالتحديد الأزمة أو القضية الفلسطينية، التي أكد الرئيس أن حل هذه القضية يضمن أمن وسلام المنطقة، مؤكدا على الثوابت المصرية حيال هذه القضية بضرورة إعلان دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو عام 67 تكون عاصمتها القدس الشرقية. وجرى خلال هذا اللقاء بحث عدد آخر من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضايا الساخنة في المنطقة وضرورة حلحلة هذه القضايا بما يضمن أمن واستقرار هذه المنطقة وينعكس إيجابا على كل المناطق في العالم، سواء شمال بحر المتوسط أو الشرق الأوروبي بصفة عامة. اتصالا بنشاطات السيد الرئيس أيضا المكثفة خلال هذه الفعاليات، فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية، من المنتظر أن يشارك السيد الرئيس في الجلسة الختامية التي تحمل عنوان الأمن الغذائي ومرونة النظم الغذائية، طبعا في إطار التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من انقطاع لسلاسل الإمداد من الغذاء، بالإضافة أيضا إلى التحديات التي تعيشها القارة السمراء من تدهور البنية التحتية وتدهور كل مخرجات الاقتصاد الإفريقي. في هذه الكلمة سيركز السيد الرئيس على ضرورة اندماج الاقتصاد الإفريقي بالاقتصاد العالمي للاستفادة من القدرات الهائلة للنظام الاقتصادي العالمي، ووصولا إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في عدد من الدول التي تشهدها القارة الإفريقية، اتساقا مع أجندة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية حتى عام 2063. منذ قليل انتهى مؤتمر صحفي هام لمستشار الأمن القومي جاك سوليفان، أعلن خلاله عن عدد من الخطوات والتعهدات للإدارة الأمريكية أعتقد أنها سوف تكون مخرجات هذه القمة. أولى هذه التوصيات تعيين الرئيس الأمريكي جون بايدن لجوني كارسون، وهو أحد أهم الدبلوماسيين والساسة الأمريكيين، مبعوثا خاصا للدول الإفريقية. أيضا التعهد بتقديم تمويل يصل إلى 100 مليار دولار حتى عام 2025 يتم توجيهه إلى رفع كفاءة البنى التحتية في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى عدد آخر من القطاعات سواء القطاعات الصحية أو القطاعات الخدمية وأيضا الاتصال الرقمي والمعلوماتية والحوكمة. أيضا دعم للإدارة الأمريكية لانضمام القارة الإفريقية ممثلة في الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الدول العشرين الكبرى، بالإضافة إلى عضوية كاملة في مجلس الأمن. هذه هي توصيات ربما سوف تتحول إلى تعهدات تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذها ومتابعة التنفيذ حتى عام 2025 لتأسيس شراكة استراتيجية بين الجانبين الأمريكي والإفريقي، تعتمد في الأساس على تعزيز الجوانب الاقتصادية والعلاقات التجارية والاستثمارية. بقيت الإشارة إلى تفعيل قانون أجوا الأمريكي، وهو اختصارا للقانون النمو والفرص في إفريقيا، American Law of Growth and Opportunities in Africa. هذا القانون تم إصداره وموافقة عليه في عام 2000 إبان عهد باراك أوباما. سوف يتم إعادة تفعيل هذا القانون والذي يسمح بدخول 1800 سلعة إفريقية إلى الأسواق الأمريكية دون ضرائب أو رسوم جمركية. نعم هبة. نعم، أشكرك علاء رشوان على هذه الصورة الكاملة. موفد التلفزيون المصري من العاصمة الأمريكية واشنطن.